هو يعني موريتانيا ايضا بحاجه الى النقاط لكي تحسن من ضعف هذه المجموعه. مباراه الجزائر بالتاكيد كانت صعبه جدا، الجزائر استعدت جيدا لهذه المباراه، خرجنا بنقطه اليوم ونحن اول المجموعه، ولدينا فرصه اخرى لتاكيد هذا المركز الاول في المباراه الاخيره. نعم المباراه كانت صعبه على الفريقين لان كانت في الثانيه بعد منتصف الظهيره والشمس كانت قويه جدا، ولكن في كل الاحوال لعبنا مباراه جيده. لا الجزائر هي من يجب أن تخاف من بوركينا فاسو لأنهم هم من تعادلوا معنا، هم رأيناهم حينما تعادلوا مع أنغولا ولم نكن نخاف منهم وكنا قريبين وأقرب منهم إلى الفوز، ولذا أقول مبروك لكل زملائي. بوركينا ليست أمة صغيرة في عالم كرة القدم. نعم هدفنا هو أن نحصل على الكأس في البطولة الماضية، أنهينا في المركز الرابع وكل الفرق تأمل في الحصول على الكأس، وهذا هو هدفنا في هذه البطولة أيضا، أن نفوز بالبطولة. لا لم أعمل من أجل الحصول على ضربة الجزاء، ضربات الجزاء هي جزء من كرة القدم ونفعل كل شيء لكي تسدد بشكل جيد. نعم برتران تراوري بالنسبة لنا هو كميسي بالنسبة للأرجنتين، هو لاعب كبير جدا وهو لاعب لديه الخبرة، الكل يحترمه، وقبل أن يكون لاعبا كبيرا هو شخصية عظيمة أيضا، وجوده معنا باعث على السعادة، فهو يساعد كل المجموعة ووجوده يغير كل شيء.